الأخير. بنك يو بي اس اعتبر أن بعض التصحيح كان لابد له أن يحدث من أجل تحقيق تعاف طويل الأجل، مضيفا أن استمرار أوبك بلس في سياستها الحالية من شأنه أن يرفع الأسعار من جديد. ومن بين التحولات الأبرز في سوق النفط هذا العام تحرك منحنى العقود الآجلة للنفط إلى نمط صعودي يعرف باسم الباكورديشن، أي حين تتداول العقود قريبة الأجل بعلاوة مقابل العقود الأبعد مدى، في إشارة إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض في الوقت الحالي. بنك جولدمان ساكس رأى أن التراجعات الأخيرة في أسعار النفط تشكل فرصة قوية للشراء، متوقعا أن يبلغ سعر خام برنت 80 دولار خلال الصيف المقبل. كما توقع ارتفاع إنتاج أوبك بلس بمقدار 2,800,000 برميل بحلول أغسطس، وهو أعلى من الارتفاع المتوقع من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية. وللحديث عن أسواق النفط ينضم إلي من الخبر الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس لندن. دكتور يوسف أهلا وسهلا بك مجددا في البرنامج. اليوم الحديث يجري بأنه هيكلة السوق عادت لتميل باتجاه الكونتانجو بعد تراجعات أمس الحادة. بداية، لماذا برأيكم جاء الهبوط بهذه السرعة وبهذه الحدة؟ اهلا وسهلا اخت زينة وشكركم على الاستضافه. الحقيقه الارتفاع او الانخفاض اللي حصل امس المفاوضات في حوالي 9% اللي سجلتها الاسواق كان له في حد نظري سببين. السبب الاول انه هنالك قلق على عوده الطلب، سرعه عوده الطلب بعد خصوصا انه في تباطؤ في سرعه اللقاحات في القاره الاوروبيه، فهذا يشكل يعني نوع من يعني زي ما تقول loss of appetite اللي هو شهية المستثمرين للاستثمار في عقود النفط الآجل بدأت يعني تتقلص. إضافة هنالك أيضا الاجتماع الفدرالي الأمريكي اللي كان له أيضا إسهامات في ارتفاعات الدولار بشكل نسبي، فهنالك يعني خلينا نقول يعني قلق من الناحيتين هذول. فأعتقد أن الارتفاعات في الحقيقة يعني أنا قلتها في كذا مقابلة سابقة وأيضا في كذا مقال كتبته أنه الارتفاعات كانت مدعومة بالسبيكيوليشن اللي هي لما تقول التوقعات أكثر من أساسيات الأسواق، وهذا كان أيضا أحد الأسباب أن منظمة أوبك بلس في اجتماعها الأخير يعني ألجأت مسألة زيادة الإمدادات، لأن كانت الأرقام لا تزال لحد الآن مشجعة على زيادة الإنتاج. فأعتقد أن الماركت أخذت نوع من نوعية التصحيح في الوقت الحاضر اللي هي للتفاعل مع البيئة الواقعية أكثر حتى يكون هنالك في عودة قوية للطلب، ثم قد نشاهد ارتفاع في الأسعار. وعلى فكرة قد يكون هنالك هنا بعض البنوك الاستثماريه اللي شافت انه الاسعار ممكن تكون سوبر سايكل واكثر من يعني في بعض البنوك توقعت 85 دولار واكثر، فاعتقد ان هذه التوقعات لم تكن دقيقه. يعني لسه راح اسالك دكتور كنت، يعني جولدمان ساكس يقول هذه التراجعات فرصه جيده للشراء، وهو يتوقع ارتفاع انتاج اوبك بلس بمليونين و800 الف برميل بحلول اغسطس، شو تعليقك؟ اعتقد اوكي هم يقولون ان شوف فرصه جيده للسؤال، لانهم يتوقعون انه حيكون هنالك في عوده للطلب وترتفع الاسعار من جديد، يعني ترجع مستوى قد يكون حول ال 70 دولار، هذا الافتراض اللي واضعينه. لكن انا في ناحيه يعني احنا كدراساتنا يعني شويه عندنا نوع من الحذر من ناحيه الوقت اللي تعود فيه عوده الطلب، لانه لا زال في مساله اللي هي سرعه انتشار اللقاحات خصوصا في القاره الاوروبيه في امريكا، هنالك ايضا سلالات جديده جالسه تظهر على الاسواق. فخلال العام 2021 لا زال عندنا شويه نوع من الحذر من الوقت اللي حترجع فيه الطلب، لانه كنا متوقعين في النصف الثاني من العام هذا 2021، لكن انا اتوقع قد يكون ليس في بدايه النصف الثاني، قد يكون في الربع الاخير من العام 2021. طيب دكتور، اليوم تعرضت مصفات الرياض لهجوم، يعني أخذت أسعار النفط بعض الوقت ومن ثم تحركت وشهدنا بعض الارتفاع عليها، هل كنت تتوقع أن ترى ارتفاع أكبر في الأسعار نتيجة هذا الاعتداء؟ هو الاعتداء على مصفاه، يعني شايفه كيف المصافي في هي طبعا هي منظومه مهمه في طبعاً منظومات الطاقه في المملكه العربيه السعوديه ايضا على منظومه الطاقه العالميه، لكن طبعا احنا شاهدنا في نوع جزء بسيط في الاسعار. طيب لكن لا زال عندنا زي ما تقولين نوع من اللي هي لا زال مهيمن على السوق اللي هي
قلق من عودة الطلب، لكن في الأخير أي يعني تعارض لاعتداء إلى منشآت الطاقة يهدد في الأخير أمن الطاقة العالمي، وقد يكون له انعكاسات جدا سلبية على أداة الطاقة للعالم. طيب دكتور يوسف، سؤالي الأخير، هذه العمليات تتكرر وكما ذكرت هي تهدد أمن الطاقة العالمي، مسؤولية من هذه؟ مسؤولية الحقيقة العالم كله، طبعا المملكة العربية السعودية، طبعا هي طبعا احنا نعيش في المملكة العربية السعودية في بيئة في لازال يعني المحيط حوالينا غير مستقر سياسيا، لكن في الأخير المملكة العربية السعودية عليها عاتق حماية أمنها، طبعا أمنها الوطني بغض النظر عن أي من أي جهة كانت، لكن في الأخير لازم يكون هنالك في جهود دولية، وشاهدنا أيضا التصريحات اللي صدرت من مقام وزارة الدفاع أنه المملكة العربية السعودية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الهجمات المتكررة التي تهدد ليس فقط الأمن الطاقة في المملكة بل أيضا الأمن الدولي، لأنه لو نلاحظ أنه 10% من النفط المنتج من العالم يأتي من المملكة العربية السعودية، حوالي 30% من إمدادات الطاقة تمر في مضيق هرمز في الخليج العربي، فأعتقد أنها تقع على عاتق المجتمع الدولي بصفة كبيرة. دكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس لندن من الخبر، شكرا جزيلا لك.